فلا بد ان الدوله المصريه طبعا اكيد الدوله المصريه شغاله على هذا الامر بشكل كبير جدا، الاهلي والزمالك لابد ان يشتغلوا على كده، اتحاد الكوره لابد انه يكون واضح ومحدد برضه في هذا الامر، حتى لو المباراه تابعه للاتحاد الافريقي وتابعه لجنه المسابقات الاتحاد الافريقي يكون في تنبيهات وتعليمات ان اي حد هيخرج عن النص وهيحاول يحط اي نقطه سوداء او نقطه سلبيه في الصفحه البصراء البيضاء اكيد لازم توقع عليه عقوبات، لازم ده يبقى واضح وواصل لكل الناس. لابد ان احنا نشتغل حتى كاعلام بعيد عن التعصب، ان في النهايه دي مباراه كره قدم، مباراه نلعبها من اجل مصر، مباراه نشتغلها من اجل مصر. التعصب اللي موجود وان الناس بتحاول تنفخ في النار يا استاذ جمال علشان تولعها وتخليها حريقه بين الاهلي والزمالك وتخليها معركه، يعني الناس بتقول لك اذا كان الاهلي والزمالك على دوري ولا كاس ولا سوبر بيقطعوا عاد يا بالك على دوري ابطال افريقيا. لا، المفروض الفكر ده يتغير. احنا بنشوف كلنا دلوقتي اعتقد ان الدوري الانجليزي بقى باد بالنسبه لنا زي الدوري المحلي، بنتفرج على كل الماتشات وبنشوف الاداء وبنشوف السلوك في كل الدوريات العالميه الاوروبيه خصوصا الخمسه الكبار، يعني شوف ازاي المدربين بيسلموا على بعض بعد الماتشات، اللعيبه محترمه بعضيها، ممكن فريق على الارض يخسر بخمسه وتبقى الامور عاديه، برشلونه خسر بثمانيه، ريال مدريد بيخسر، كله بيخسر وكله بيكسب. في النهايه هي مباراه كوره لابد ان نتعامل معاها بهذا الشكل.